ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة، وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم حلقة مختلفة، هنشوف ايه التغييرات اللي هتحصل ليكم في النص التاني من العام. يلا نقول بسم الله ونبتدي. برج الثور، اسمع يا برج الثور، انت الحظ واقف جنبك وفي كل مجالات حياتك، وعندك طاقات جميلة وعالية، وقادر تجذب لنفسك كل الحاجات الحلوة، لأن يا حبايبي عندك جاذبية عالية، بتكون شخص جذاب ولافت للنظر في كل حاجة. كمان عندك تميز في شغلك، وبتكون عندك شهرة ونجاح كبير، بس محتاج تبعد عن الكسل شوية وتنشط نفسك شوية، وبرضو ما تضيعش الفرص من ايدك يا برج الثور، لأن عندك فرص كتيرة هتظهر بشكل مفاجئ، وكل الفرص فيها نجاح ما شاء الله، وبتكون عندك قوة، وده اللي بيتخليك بتدخل في مغامرات كتيرة، سواء عاطفية أو عملية أو حتى مع الأصدقاء. في حياتك بشكل عام عندك مغامرات كتيرة هتبسطك، وكمان عندك انتصار على بعض الأعداء اللي في حياتك والناس اللي واقفة ضدك، ربنا بينصرك عليهم. كمان عندك سفر وانتقال كتير، وبتقدر تحصل على شغل جديد أو حتى مصدر رزق في مكان جديد أو مختلف عنك، وبتتفتح ليك أبواب كتيرة وجديدة، وكمان عندك تغيير في شكلك وفي مظهرك، وبتهتم بأناقتك وشياكتك يا برج الثور، وده اللي بيخليك شخص مميز جدا وبيجذب ليك الأنظار. وكمان بتدخل قصة حب جديدة، وبتتعرف على ناس كتيرة، وعندك ارتباط وزواج أو خطوبة، وكمان بتقدر تحقق حاجة كان نفسك فيها وبتحصل عليها أخيرا، وعندك تعويض عن أشياء كتيرة ما كنتش عارف تحصل عليها قبل كده، أو على الأقل من 12 سنة فاتت دلوقتي بتتحقق، كل اللي نفسك فيه بتتحقق. كمان عندك ترقية في شغلك، وبتتنقل لمكانة أعلى في شغلك، أنت تستاهل كل الخير، بس احذر من يوم 8/11 ل 4/12 يعني آخر السنة، احذر من خلافات وسوء تفاهم مع زملاء العمل أو حتى رئيسك، لأنك عنيد جدا يا برج الثور ومتشبث برأيك، وبتكسب قضية فيها ميراث، يعني بتنهي السنة ديت بقرارات جميلة، وعندك فرص للارتباط والزواج، وخصوصا من يوم 4/12 زي ما قلتلك هتنهي السنة دي بأخبار حلوة، وبتحقق كل اللي في نفسك، وبتقدر توصل لأحلامك. برج الثور بتمنى لكم كل التوفيق، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.